اهلا بحضراتكم من جديد. فقرتنا اللي هنتكلم فيها دلوقتي هنتكلم عن يعني خبر مفرح للجميع، وهو عودة صلاة الجمعة بعد غياب حوالي 20 اسبوع. طبعا صلاة الجمعة بتمثل للمصريين جزء مهم جدا من يعني الروتين حياتهم الاسبوعي. بعد طبعا العودة في تفاصيل كتير جدا في الدين الاسلامي لازم نعرفها عن صلاة الجمعة. فضل صلاة الجمعة، فوائدها الروحانية ايه، وكمان كل سنة حضراتكم طبعا طيبين لان النهاردة صيام عاشوراء واللي هنتكلم عنه برضو، واكيد هيكون في جانب من الحديث عن فضل هذا اليوم العظيم. خلينا نقول انه سبحان الله يعني كل الأفلام الوثائقية العلمية بتؤكد أن الصيام بيكون أساسي في قتل الخلايا السرطانية. يعني الصيام ده بغض النظر حتى بعيدا عن الأديان هو حاجة مهمة جدا 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 صحية. يسعدني أن يكون ضيفي في الاستوديو الشيخ إسلام النواوي أحد علماء وزارة الأوقاف. صباح الورد على حضرتك ومبروك عودة صلاة الجماعة صلاة الجمعة. صباح الخير على حضرتك، أشكرك وأحييك بداية على ثقافتك ويعني حسن عرضك، وصباح الخير على السادة المشاهدين. وطبعا احنا امبارح كنا في يوم عيد، يعني عايز اقول لك حقيقة الناس كانوا في يوم عيد، وانا معلش يعني انا مش هقول سر، احنا قبل ما نخش الفقرة كنت بتكلم انا والاستاذة مها عن الروحانيات، هي بتقول ان الروحانيات مهمة جدا في حياة الناس. ده صحيح، لان النفس البشرية انا لما بحب اغذي جسمي بروح اكل اشرب، انما لما بحب اغذي روحي بحتاج أصلي، بحتاج أعرف ربنا. في ناس بتسمع أغاني، في ناس بتتفرج على أفلام، في ناس بتقرأ كتاب، وعلى حسب ما بتغذي روحك، يعني على حسب الروحانيات اللي داخلالك، على حسب الشخصية بتاعتك وملامح الشخصية. في واحد بيغذي نفسه بروحانيات بذيئة فتلاقي شخصيته الطاغي عليها الوحاشة أو السواد أو القتامة. في واحد تاني بقى روحانياته وتعلقاته يسمع ذكر، يسمع قرآن، يسمع حاجة هادفة، فتلاقي روحانياته عالية جدا. احنا كنا محتاجين صلاة الجمعة بعيدا حتى عن الروحانيات الدينية ان احنا نشوف بعض في بيت ربنا، ان بيوت الله في الأرض المساجد. والحديث بيقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نور كامل يوم القيامة، يجي يوم القيامة كده منور. فصلاة الجمعة بداية يعني إذا كنا بنتكلم بقى عن روحانيات دينية هي من مكفرات الذنوب. الجمعة للجمعة من مكفرات الذنوب، إذا طبعا اجتنبت بينهن الخطايا والكبائر. صلاة الجمعة هي يوم عيد رسمي للمؤمنين. صلاة الجمعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن إحنا ما بنتحسدش على حاجة قد الحسد على صلاة الجمعة. طيب خلينا نتكلم على صلاة الجمعة في ظل بقى جائحة كورونا. إحنا طبعا بنتكلم أنه يعني دائما فضل صلاة الجماعة أنه الناس تكون مسافتهم قريبة من بعض، ولكن يعني الوقاية طبعا خير من العلاج، وبسبب هذه الجائحة فلازم يكون في عدد محدود داخل المسجد، لازم يكون في الالتزام بلبس الكمامات، ولازم يكون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي. هل ده بيأثر على قوة تأثير صلاة الجماعة يوم الجمعة؟ أحسنتي، إحنا عندنا الأحكام الشرعية بتتكامل لا تتداخل. الطبيعي أننا في صلاة الجماعة اللي هو صلاة الجمعة بتتم في جماعة أنه يبقى في استواء في الصفوف وما يكونش في فراغات، ده الطبيعي. لكن عندي برضو آية صريحة بتقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان التماس الصفوف هيؤدي إلى انتشار مرض أو هيؤدي إلى مصيبة فنقول لا هنتباعد. طب سندنا الشرعي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طب ثوابي إيه؟ كامل كامل كامل. ليه بقى؟ هيبقى ثوابي إن أنا أديت الشعيرة وهاخد عليه ثواب حفظ النفس البشرية، وهاخد عليه ثواب ثالث اللي هو إظهار الدين بمظهر متحضر يجذب الناس إلى معرفة هذا الدين. ما خدي بالك أنا عندي مشكلة، التوازن السلوكي في أداء الشعائر ده مهم جدا. يعني هو الناس إيه؟ هنصلي، يلا نصلي. لا، هو الموضوع مش يلا نصلي، انا هصلي عشان اظهر في مظهر لائق، فانا رايح الجامع شكلي كويس ولا رايح لابس هدوم مش كويسه؟ طب هنصلي واحنا في الصلاه واقفين في الصفوف مترصه ولا واقفين منعكشين واحد هنا واحد هنا؟ ده المظهر السلوكي للعبادة. زي الحج، يعني من الحاجات اللي بتحزني انا شخصيا في الحج، وربنا يا رب يعيد الحج كمان، التزاحم اثناء الطواف مش ده المطلوب. المظهر السلوكي للعبادة لما حد يشوفك بتطوفي بالبيت بانتظام دون تدافع ده مهم جدا.
فإتمام العبادة بشكل يليق بجمال العبادة ده من علامات قبول العبادة. البعض يمكن هيكون قلقان، يعني يمكن حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا وهي يعني الرحمة والمرونة في تأدية العقيدة، يعني مش هي مش طريق واحد بس للوصول إلى الله، وإنه يعني لازم يكون في مرونة في الأداء زي ما حضرتك قلت إنه الوقاية خير من العلاج. لكن في ناس مثلا هي فعلا خايفة إن هي تنزل للمساجد الفترة دي وبتلتزم بصلاة الجمعة في المنازل، ولكن قد يتساءلوا بقى بعد عودة الصلاة في المساجد يقول لك طب أنا كده هيتحسب لي ثواب بصلاة الجمعة ولا لا؟ أحسنتي. بص يا ستي، إحنا عندنا أولا ما فيش صلاة جمعة في المنزل، بس عشان يبقى متفقين، هو بيصليها ظهرا. طب إحنا رجعنا المساجد فعلا بس لسه في كورونا وفي ناس بتقلق. من تيقن أذاه إذا نزل للمسجد يقعد في البيت. طيب ولما قعد في البيت هعمل إيه؟ هصلي ظهر. طب ولما أصلي ظهر هتحسب لي إيه؟ هتحسب لك ثواب الجمعة تامة تامة تامة، لأن الذي منعه عنه العذر. لأنه أنا عايز أقول لك إن في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول إن من تخلف ثلاث جمعات متتاليات تهاونا بالجمعة، تهاون، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تهاونا، ختم الله على قلبه. ختم الله على قلبه يعني إيه؟ يعني قلبه مظلم، مش منور، مش قادر يشوف، ما عندوش السنس زي ما احنا بنقول. هو يقول لك أنا حاسس إنه هيحصل، أنا حاسس دي مش خلاص قلبه منور، ما عندوش المدد اللي بيقولوا عليها مدد، الله مش عليكي. حاسس بإحساس المدد. أنا ما رضيتش أقول لك المدد، بس أنت ما شاء الله عليك، هو المدد، إن ربنا سبحانه وتعالى أمده بالمدد. طب في عذر، أنا عندي، خدي بالك، عندي حالات بتسقط فيها الجمعة زي السفر، زي المرض، المرأة لا جمعة عليها، العبد لا جمعة عليه، أصحاب الأعمال التي تمنعهم من أداء الجمعة زي أفراد الأمن اللي يقول لك إيه، يعني مثلا كنا سمعنا عن قضية إن حارس المكان الفلاني راح يصلي الجمعة فالمكان اتسرق، فقول أنا كنت بعمل حق ربنا، لا حق ربنا العمل عبادة، تلتزم بالعمل لأن صحيح. الجمعة لها بديل صحيح، إنما ما تقوليش أنا ما صليتش خالص عشان العمل، لا تقدر تصلي في مكان العمل في دقيقتين في ثلاث دقائق في إنما اللي له بديل بنقول لا خلاص هذا الأمر فرض عليك. الجمعة واجبة على كل مسلم إلا إيه؟ إلا من أعذر. فبنقول أصحاب الأعذار يجوز لهم إن هم يصلوا يوم الجمعة صلاة الجمعة ظهرا في بيتهم، ما يقولش بقى هصلي ورا التلفزيون ولا ورا الراديو، ما عندناش الكلام ده خالص، ما فيش الكلام ده خالص. ده غير طبعا الناس اللي كانت رايحة بس ما يعني العدد كان اكتمل، ما ينفعش. برافو عليك، يا سلام على السؤال الجميل ده. أنا رايح المسجد بقى يوم الجمعة ولقيت العدد كومبليت خلاص، ما شاء الله الإقبال النهاردة على الجمعة تاريخي يا فندم، فأنا بدل ما أخش أتزاحم أقول الواحد وسع لي كده، فأثرت أخويا على نفسي ورحت راجع بيتنا. يوم دخل ده بقى إيه ده في آية إيه بقى؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا محتاج أصلي الجمعة ومحتاج أصلي الخطبة، لكن حفاظا على روح إخواتي دول أنا مش هتزاحم. طبعا أنت عارفة أن احنا كنا عاملين تباعد بما يكفي أن واحد أو اتنين يقعدوا بين المتباعدين، فقال لأ أنا خلاص أحافظ والتزم، يبقى ده بقى تحقق له ثواب السعي لأداء الشعيرة، ومن سعى إلى شيء وحال بينه وحال أخذ ثوابه كامل، زي بالضبط اللي راح يحج فمنعه الطريق ياخد ثوابه كامل، فراح يصلي جمعة فلقى المسجد ممتلئ فرجع ياخد ثواب كامل، وياخد ثواب الخطى للمسجد، وياخد ثواب إيثار الناس، وياخد ثواب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وده طبعا تأكيدا للا ضرر ولا ضرار، يعني في الآخر وهي وقيمة التجرد من أجل المصلحة العامة. أحسنت. ربنا يخليك، ميرسي. أما نيجي نتكلم على صلاة الجمعة تاريخيا، متى فرضت على المسلمين؟ صلاة الجمعة لها أصل تاريخي من قبل الإسلام، بس ما كانش صلاة جمعة، يعني كان في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أجداد النبي كان اسمه لؤي، وأنتوا عارفة والسادة المشاهدين عارفين أنه نسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نسل طاهر، وكانوا يحبون الحلال، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من نكاح لا من سفاح، فكان النسل اللي جه منه سيدنا النبي كان نسلا طاهرا. في أجداد سيدنا النبي أحد أجداده اسمه لؤي، كان يجمع الناس في يوم هو سماه يوم العروبة، مش العروبة، العروبة، يعني يوم الرحمة، يجمع الناس يقعد يكلمهم عن الخير ويقعد يكلمهم عن الرحمة، وفي روايات بتقول أنه كان يكلمهم أنه سيأتي نبي من نسله. يعني أنا أول مرة أعرف أن الرحمة معناها العروبة، دي بأي لغة؟ عند العرب، ده عند العرب، في لغة العرب. وأعتقد أن ده استقوه من ديانة سيدنا إبراهيم الحنفية السمحاء، لأن كان لها بقايا في شبه الجزيرة العربية.
وكانت صلاة الجمعة على المسلمين لكن لم تطبق في مكة نظرا لإيه؟ نظرا لضعف المسلمين وعدم استطاعتهم للجهر بالصلاة، نظرا لقلة عدد المسلمين. لكن لما سيدنا مصعب بن عمير سافر وهاجر مع المسلمين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس وأن يذكرهم بالله وأن يصلوا ركعتين. ففعليا كانت صلاة الجمعة في المدينة. نعم. نتكلم بقى على صيام عاشوراء، وبرضه تاريخيا بيرجع لإيه وفايدته الروحانية. يعني إذا كنا بنتكلم على الروحانيات، وقبل ما الفقرة كنت بقولك إن الحياة مخليانا ديناميكيين أكثر من كنا روحانيين. أنا هعمل كذا وأنا هشتغل 3-4 شغلانات عشان أصرف على العيال، مع شوية مشاكل بقى ما بيننا، مع شوية عناد، مع شوية بعد عن ربنا، فابتدينا نبعد عن الروحانيات. ضريبة الرأسمالية العالمية. أحسنت. صحيح. فبنيجي نتكلم بقى، طيب والناس دي هتروح فين؟ ما هي الروح دي لازم تتغذى. خلي بالك الروح إذا لم تغذى يصير الإنسان أشرس من الحيوانات. صحيح. هو اللي يميزك العقل والوجدان عن الحيوانات. فالحيوان حياته ماشية كده، الإنسان مع الروحانيات بيرتقي. طيب الناس بقى اللي بعدت عن الروحانيات دي، سيدنا يقول لك يثاب المرء رغم أنفه. فهيجيلنا رمضان فلازم ما هيبقى فيه روحانيات حتى. صحيح. لو احنا بعاد، وهيجي لنا صلاه جمعه فيبقى فيه روحانيات، وهيجي لنا يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء زي ما ذكرت بيحمل ملامح تاريخيه، هو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، كان يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء العرب قديما كانوا بيصوموه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل رمضان، وكان واجبا على رسول الله الصيام قبل رمضان. ده كان قبل نزول الاسلام. قبل نزول الإسلام العرب كانوا بيعظموا يوم عاشوراء ويصوموه بالصوم الذي يمتثلون به. وبعد دخول الإسلام، هل بنفس طريقة صيام رمضان؟ لا لا لا. الصيام وقتها كان شكله إيه؟ ما حدش يعرف. بصي يا فندم، هقول لك على حاجة برضو. كل الشرائع السماوية التي نزلت من السماء مسمى العبادة فيها واحد. أنا طبعا عايز استأذن حضرتك وهقول لمشاهدينا، وننتقل دلوقتي زي ما حضرتكم شايفين معانا في بث حي ومباشر وصول موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده طبعا لافتتاح محور المحمودية، وده طبعا عن طريق الفيديو كونفرنس، وطبعا مجموعة من المشروعات القومية الأخرى. وطبعا احنا عارفين زي محطة طبعا الصرف لبرج العرب. عايزين نقول كمان إن المشروعات دي بيوفر المشروع 15,000 فرصة عمل مباشرة و 25,000 فرصة عمل غير مباشرة. بيسهم المشروع في رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة المياه والضغوط بالشبكات، بالتالي هو حل لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللامتداد المستقبلي لمدينة الإسكندرية بإجمالي 1,500,000 متر مكعب يوميا. طبعا بيبلغ طول محور المحمودية 23 كيلو متر، وتم ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، بيضم ما بين 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه. بيخدم المحور 4 أحياء، المنتزه أول وشرق ووسط وغرب. برجع تاني لضيفي الشيخ إسلام النواوي، أحد علماء وزارة الأوقاف. يعني فكرة التنمية، ولو هنتكلم على أنه يعني المفروض المسلم تجاه يكون شعوره إيه تجاه الإنجازات اللي بتحصل تجاه وطنه أو انتمائه لوطنه، وخصوصا أنه هناك أصوات نشاز وأصوات أهل الشر إلى دايما مع كل خطوة بناء بتقوم بها الدولة المصرية تبص تلاقي، واحنا لسه كنا بنتكلم كمان على إعدام هذا الإرهابي سيد قطب، فتبص تلاقي في ناس تقول أصوات مثلا برضو بتعمل فتنة كده على غرار سيد قطب، مثلا تقول لك أنتوا سايبين الناس جعانة وعمالين تعملوا طرق وكباري، بلد طرق وكباري صحيح، مش عارفين ترتبوا الأولويات. يعني إزاي حصن المسلم نفسه من هذه الفتن؟ لأنه الإنسان دلوقتي بقى محطوط في عصر الفتن، وخصوصا مع شبكات التواصل الاجتماعي. شوفي حضرتك بس في كلمتين، التنمية والإعمار ثمرة من ثمرات التدين. إزاي؟ ربنا قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني ربنا خلقنا من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، وعمارة الأرض تكون بصيانتها وأمنها. نعم. فالإنسان المسلم اللي أعيش في مكان ومش بيعمر فيه ده مقصر في تدينه. ولذلك نحن نسعى مع
التقدم والإعمار دون أن نبحث عن هوية. عارفة ليه؟ لو بحثنا عن هوية المعمر وما إلى ذلك هتبقى في أماكن ناقصة وقاصرة. ولذلك شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح لأمم أنهم تقدموا في كذا، وشفنا الخليفة العباسي الطبيب بتاعه الحارث بن كلدة كان مسيحي، وشفنا المسلمين كانوا يتعلموا العلوم، يعني يعلموا الدول الأخرى علوم الطبيعة ونتعلم منهم. للأسف إحنا ابتلينا ببعض الناس يبحثون عن هوية العلم، لا، ما دام العلم نفع هنتعلمه حتى وإن كان من غير مسلم. حتى عايز أقول لك كمان، حتى وإن كان من منكر لوجود الله هناخد منه العلم بتاعه ده ونقول له انت في الحته دي وحش، احنا مش بنحبك في الحته. خصوصا انه في علماء بارزين في التاريخ الغربي كانوا ملحدين، بس هم افادوا البشريه بالاختراعات. هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مش تحيزا، نعم، اساس العلوم، من وضع اسس للعلوم هم المسلمين. وما آلت اليه امور المسلمين مؤخرا هو نتيجه طبيعيه لتقصيرهم في تطبيق دينهم. بعض المسلمين بعد ما وصلنا بقى، تخيلي بقى عندك جابر بن حيان وعندك ابن سينا وعندك الطب واسس العلم، صحيح، يظهر علينا في التسعينات اللي يقول ان افضل عمل في الدنيا اني ابيع السبحه والسواك في المسجد. فلقينا دول اوروبا بتطلع القمر واحنا لسه واقفين عند باب المسجد. باب المسجد ده حلو جدا واحنا بنصلي، لكن لما نخرج من باب المسجد ربنا قال ايه؟ اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، كله يسيب اللي في ايده ويروح يسعى لذكر الله. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، مش فامشوا ولا فانصروا، انتشروا. والانتشار هو مبالغه في الانصراف، علشان اللي عنده شغلانه، انت عندك برنامج هتروحي تعمليه، اسلام عنده كتاب يروح يكتبه، فلان ده مهندس. فما آلت اليه احوال المسلمين مؤخرا هو نتيجه طبيعيه لتقصير المسلمين او اغلب المسلمين، عشان ما يبقاش حكم عام، في تدينهم. اغلب المسلمين، وده بنلاحظه يعني من خلال تعاملاتنا اليوميه مع الناس اللي بنقابلهم بشكل يومي، معظمهم انه اصبحت تاديه الفروض زي الصلوات او الصيام كعادة أو حركات ميكانيكية بتتعمل، ولكن هي فرغت من مضمونها وهو صدق النية أو الروحة اللي هو الوصل الحقيقي. يعني عندما نقول صلاة فمقصود بها هي الصلة بينك وبين مصدر الكون وهو الخالق، يعني الله سبحانه وتعالى. إزاي الإنسان يبقى دايما عنده هذه اليقظة إنه ما تتحولش الصلاة بالنسبة له لحركة ميكانيكية؟ وده شفناه مع الخوارج، يعني بنلاقيهم بيحفظوا آيات من القرآن، بيصلوا الفروض، ولكن هم في الآخر قتلة ومفسدين. أقول هذا الكلام وأنا آسف والله إني أقوله، حزين إني أقوله، أغلبنا يؤدي العبادات ليس بحقها. يعني إن أديت، يعني موضوع الصلاة ده من الأزمات اللي موجودة في أمة الإسلام. يعني بقى عندنا عدد كبير لا يواظب على الصلاة، مش هقول ما بيصليش، لا يواظب على الصلاة، وده بيطفئ المسلم بالمناسبة، لأنه أهم اجتماع بيقوم به الإنسان في حياته هو اجتماعه بربنا سبحانه وتعالى. فلا تنتظري خير من شخص يقصر في لقائه بربه، مش هيجي من وراء خير. الأمر الثاني، العبادة لابد وأن تؤدى بحقها. يعني أنا هصلي، لابد أن أنا أكون تاجر أمين، لابد أن أنا أكون صانع ماهر، لابد أن أنا أكون معلم مؤتمن. العبادة التي لا تؤدى بحقها تكون وبالا على صاحبه. للأسف الناس لازم تفهم ده، مش معنى كده أنا أقوله بطل عبادة، لا، استمري في العبادة، يمكن تكون سبب في طاعتك وهدايتك. لكن العبادة التي لا تؤدى بحقها تكون سبب وبال على صاحبه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال يحفظون القرآن أكثر مما نحفظ ونحتقر عبادتنا إلى عبادتهم. يعني هم ظاهريا أحسن مننا، لكن الدين ليس ظاهر فقط، الدين جواهر، الدين قبل المظاهر جواهر. تفريغ بدليل ان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يعني على قد ما كان بيحميه لحد اخر نفس في حياته، هو لم يؤمن، لم يعني لم يعتنق الاسلام. بالضبط. فده معنى يعني ده اكبر مثال على انه الاسلام انساني، يعني هي انسانيه يعني بالمقام الاول. ما كان يعني كان ممكن مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام، الاسلام في الاساس دين صحيح يهذب الانسانيه، صحيح، لان عايز اقول لك على حاجه، يعني خطوره ان احنا نقول الاسلام انسانيه، هنجد من يفرغ الدين من العبادات. من العبادات، من العبادات، نعم. يعني هيقول لك ايه؟ انا كويس، انا بقول كلمه الحق، انا صادق، انا مؤدب، انا مش بتحرش، انا مش بنتهك حرمات حد، انا ما بصليش، فانا جبت لا، الاسلام دين يهذب الانسانيه داخل المسلم. فاي واحد بقى
هيعمل الدين والإنسانية مش مهذبة جواه يبقى تدينه ناقص. وأي واحد هيبقى في أظهر مراتب الإنسانية وهو مش بيمتثل لأوامر ربنا يبقى برضو تدينه ناقص. نتكلم عن المساجد، وعلى سيرة فتح المساجد، أثناء إنشاء محور المحمودية كان في مساجد على الطريق، ولكن طبعا دي كانت مصيبة بقى. السوشيال ميديا اشتغلت والدولة كفرت والدولة بتحارب بيوت ربنا وهدوا المساجد وانتوا كده بتقفلوا لنا المساجد اصلا، يعني ده شغلنا وكنا حاضرين القصة وادي اللي انتوا بتقولوا عليه بيحب المسلمين، كلام كتير جدا يعني. طبعا على طريق المحمودية تم انشاء اكثر من مسجد بشكل محترم يليق برونق المسجد، وليس عندنا ما يمنع شرعا من إزالة بيت من بيوت الله إما لتجديده وإما لإحلال مصلحة للمسلمين، وده شرع، ده مش كلامي ولا كلام دار الإفتاء ولا كلام يعني المؤسسات الدينية. مع العلم أن الدولة بنت المساجد في أماكن تانية، يعني هي بالضبط عوضت يعني في تعويض حصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه طبعا حصل إعادة بناء للكعبة، نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لان في ناس هتحارب التقدم ده لمجرد بس عصبيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الدين وكده قال للسيده عائشه كلمه، الكعبه لحد دلوقتي مش مبنيه على البناء القديم. البناء القديم حضراتكم عارفين حجر اسماعيل، حجر اسماعيل اللي هو القوس الرخام ده اللي في الكعبه اللي هو قدام الكعبه ده، المفروض داخل في مساحه الكعبه ده، المفروض البناء القديم للكعبه يبقى كده. لكن العرب زمان مدد. انا ما رضيتش اقول لك المدد، بس انت ما شاء الله عليك، هو المدد ان ربنا سبحانه وتعالى امده بالمدد. طب في عذر، انا عندي، خدي بالك عندي حالات بتسقط فيها الجمعه زي السفر زي المرض، المراه لا جمعه عليها، العبد لا جمعه عليه، اصحاب الاعمال التي تمنعهم من اداء الجمعه زي افراد الامن اللي يقول لك ايه، يعني مثلا كنا سمعنا عن قضيه ان حارس المكان الفلاني راح يصلي الجمعه فالمكان اتسرق، فبقول انا كنت بعمل حق ربنا، لا حق ربنا العمل عباده، تلتزم بالعمل لان صحيح. الجمعه لها بديل صحيح، انما ما تقوليش انا ما صليتش خالص عشان العمل، لا تقدر تصلي في مكان العمل في دقيقتين في ثلاث دقائق في، انما اللي له بديل بنقول لا خلاص هذا الامر فرض عليك. الجمعه واجب على كل مسلم الا ايه، الا من اعذر. فبنقول اصحاب الاعذار يجوز لهم ان هم يصلوا يوم الجمعه صلاه الجمعه ظهرا في بيتهم، ما يقولش بقى هصلي ورا التلفزيون ولا ورا الراديو، ما عندناش الكلام ده خالص، ما فيش الكلام ده خالص. ده غير طبعا الناس اللي كانت رايحه بس ملح، يعني العدد كان اكتمل، حلو، ما ينفعش. يا برضو سلام على السؤال الجميل ده. انا رايح المسجد بقى يوم الجمعه ولقيت العدد كومبليت خلاص، ما شاء الله الاقبال النهارده على الجمعه تاريخي يا فندم، فانا بدل ما اخش اتزاحم اقول الواحد وسع لي كده، فاثرت اخويا على نفسي ورحت راجع بيتنا. يوم دخل ده بقى ايه، ده في آية إيه بقى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا محتاج أصلي الجمعة ومحتاج أصلي الخطبة، لكن حفاظا على روح إخواتي دول أنا مش هتزاحم. طبعا أنت عارفة أن احنا كنا عاملين تباعد بما يكفي أن واحد أو اتنين يقعدوا بين المتباعدين، فقال لأ أنا خلاص أحافظ والتزم، يبقى ده بقى تحقق له ثواب السعي لأداء الشعيرة، ومن سعى إلى شيء وحال بينه وحال أخذ ثوابه كامل، زي بالضبط اللي راح يحج فمنعه الطريق ياخد ثوابه كامل، فراح يصلي جمعة فلقى المسجد ممتلئ فرجع ياخد ثواب كامل، وياخد ثواب الخطى للمسجد، وياخد ثواب إيثار الناس، وياخد ثواب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وده طبعا تأكيدا للا ضرر ولا ضرار، يعني في الآخر وهي وقيمة التجرد من أجل المصلحة العامة. أحسنت. ربنا يخليك، ميرسي. أما نيجي نتكلم على صلاة الجمعة تاريخيا، متى فرضت على المسلمين؟ صلاة الجمعة لها أصل تاريخي من قبل الإسلام، بس ما كانش صلاة جمعة، يعني كان في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أجداد النبي كان اسمه لؤي، وأنتوا عارفة والسادة المشاهدين عارفين إنه نسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نسل طاهر وكانوا يحبون الحلال، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من نكاح لا من سفاح، فكان النسل اللي جه منه سيدنا النبي كان نسلا طاهرا. في أجداد سيدنا النبي أحد أجداده اسمه لؤي كان يجمع الناس في يوم هو سماه يوم العروبة، مش العروبة، العروبة يعني يوم الرحمة، يجمع الناس يقعد يكلمهم عن الخير ويقعد يكلمهم عن الرحمة، وفي روايات بتقول أنه كان يكلمهم أنه سيأتي نبي من نسله. يعني أنا أول مرة أعرف أن الرحمة معناها العروبة، دي بأي لغة؟ عند العرب.
ده عند العرب عن في لغة العرب. في لغة العرب. وأعتقد أن ده استقوه من ديانة سيدنا إبراهيم الحنفية السمحاء، لأن كان فيها بقايا، كان لها بقايا في شبه الجزيرة العربية. وكانت صلاة الجمعة على المسلمين، لكن لم تطبق في مكة نظرا لإيه؟ نظرا لضعف المسلمين وعدم استطاعتهم للجهر بالصلاة، نظرا لقلة عدد المسلمين. لكن لما سيدنا مصعب بن عمير سافر وهاجر مع المسلمين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس وأن يذكرهم بالله وأن يصلوا ركعتين. ففعليا كانت صلاة الجمعة في المدينة. نعم. نتكلم بقى على صيام عاشوراء، وبرضه تاريخيا بيرجع لإيه وفايدته الروحانية. يعني إذا كنا بنتكلم على الروحانيات، وقبل ما الفقرة كنت بقولك إن الحياة مخليانا ديناميكيين أكثر من كنا روحانيين. أنا هعمل كذا، وأنا هشتغل 3-4 شغلانات عشان أصرف على العيال، مع شوية مشاكل بقى ما بيننا، مع شوية عناد، مع شوية بعد عن ربنا، فابتدينا نبعد عن الروحانيات. ضريبة الرأسمالية العالمية. أحسنت. صحيح. فبنيجي نتكلم بقى، طيب والناس دي هتروح فين؟ ما الروح دي لازم تتغذى. خدي بالك، الروح إذا لم تغذى يصير الإنسان أشرس من الحيوانات. صحيح. هو اللي يميزك العقل والوجدان عن الحيوانات. فالحيوان حياته ماشية كده، الإنسان مع الروحانيات بيرتقي. طيب الناس بقى اللي بعدت عن الروحانيات دي، سيدنا يقول لك يثاب المرء رغم أنفه. فهيجي لنا رمضان فلازم ما هيبقى فيه روحانيات حتى. صحيح. لو احنا بعاد، وهيجي لنا صلاه جمعه فيبقى فيه روحانيات، وهيجي لنا يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء زي ما ذكرت بيحمل ملامح تاريخيه، هو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون، كان يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء العرب قديما كانوا بيصوموه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل رمضان، وكان واجبا على رسول الله الصيام قبل رمضان. ده كان قبل نزول الاسلام. قبل نزول الإسلام العرب كانوا بيعظموا يوم عاشوراء ويصوموا بالصوم الذي يمتثلون به. وبعد دخول الإسلام، هل بنفس طريقة صيام رمضان؟ لا لا لا. الصيام وقتها كان شكله إيه؟ ما حدش يعرف. بصي بصي يا فندم، هقول لك على حاجة برضو. كل الشرائع السماوية التي نزلت من السماء مسمى العبادة فيها واحد. أنا طبعاً عايز أستأذن حضرتك وهقول لمشاهدينا، وننتقل دلوقتي زي ما حضرتكم شايفين معانا في بث حي ومباشر وصول موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده طبعاً لافتتاح محور المحمودية، وده طبعاً عن طريق الفيديو كونفرنس، وطبعاً مجموعة من المشروعات القومية الأخرى، وطبعاً إحنا عارفين زي ما حطت طبعاً الصرف لبرج العرب. عايزين نقول كمان إن المشروعات دي بيوفر المشروع 15,000 فرصة عمل مباشرة و 25,000 فرصة عمل غير مباشرة، بيسهم المشروع في رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة المياه والضغوط بالشبكات، بالتالي هو حل لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللامتداد المستقبلي لمدينة الإسكندرية بإجمالي 1,500,000 متر مكعب يوميا. طبعا بيبلغ طول محور المحمودية 23 كيلو متر، وتم ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، بيضم ما بين 6-8 حارات مرورية في كل اتجاه، بيخدم المحور 4 أحياء، المنتزه أول وشرق ووسط وغرب. برجع تاني لضيفي الشيخ إسلام النووي أحد علماء وزارة الأوقاف، يعني فكرة التنمية، ولو هنتكلم على أنه يعني المفروض المسلم تجاه يكون شعوره إيه تجاه الإنجازات اللي بتحصل تجاه وطنه أو انتمائه لوطنه، وخصوصا أنه هناك أصوات نشاز وأصوات أهل الشر اللي دايما مع كل خطوة بناء بتقوم بها الدولة المصرية تبص تلاقي، واحنا لسه كنا بنتكلم كمان على إعدام هذا الإرهابي سيد قطب، فتبص تلاقي في ناس تقول أصوات مثلا برضو بتعمل فتنة كده على غرار سيد قطب، مثلا تقول لك أنتوا سايبين الناس جعانة وعمالين تعملوا طرق وكباري، بلد طرق وكباري صحيح، مش عارفين ترتبوا الأولويات. يعني إزاي حصن المسلم نفسه من هذه الفتن؟ لأنه الإنسان دلوقتي بقى محطوط في عصر الفتن، وخصوصا مع شبكات التواصل الاجتماعي. شوفي حضرتك بس في كلمتين، التنمية والإعمار ثمرة من ثمرات التدين. إزاي؟ ربنا قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني ربنا خلقنا من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها.
وعمارة الأرض تكون بصيانتها وأمنها. نعم. فالإنسان المسلم اللي أعيش في مكان ومش بيعمر فيه ده مقصر في تدين. ولذلك نحن نسعى مع التقدم والإعمار دون أن نبحث عن هوية. عارفة ليه؟ لو بحثنا عن هوية المعمر وما إلى ذلك هتبقى في أماكن ناقصة وقاصرة. ولذلك شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح لأمم أنهم تقدموا في كذا، وشفنا الخليفة العباسي الطبيب بتاعه الحارث بن كلدة كان مسيحي، وشفنا المسلمين كانوا يتعلموا العلوم، يعني يعلموا الدول الأخرى علوم الطبيعة ونتعلم منهم. للأسف إحنا ابتلينا ببعض الناس يبحثون عن هوية العلم، لا، ما دام العلم نفع هنتعلمه حتى وإن كان من غير مسلم، حتى عايز أقول لك كمان حتى وإن كان من منكر لوجود الله، هناخد منه العلم بتاعه ده ونقول له انت في الحته دي وحش، احنا مش بنحبك في الحته. وخصوصا انه في علماء بارزين في التاريخ الغربي كانوا ملحدين، بس هم افادوا البشريه بالاختراعات. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مش تحيزا، نعم، اساس العلوم، من وضع اسس للعلوم هم المسلمين. وما آلت اليه امور المسلمين مؤخرا هو نتيجة طبيعية لتقصيرهم في تطبيق دينهم. بعض المسلمين بعد ما وصلنا بقى، تخيلي بقى عندك جابر بن حيان وعندك ابن سينا وعندك الطب وأسس العلم، صحيح، يظهر علينا في التسعينات اللي يقول إن أفضل عمل في الدنيا إني أبيع السبحة والسواك في المسجد. فلقينا دول أوروبا بتطلع القمر وإحنا لسه واقفين عند باب المسجد. باب المسجد ده حلو جدا وإحنا بنصلي، لكن لما نخرج من باب المسجد ربنا قال إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كله يسيب اللي في إيده ويروح يسعى لذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، مش فامشوا ولا فانصرفوا، انتشروا. والانتشار هو مبالغة في الانصراف، علشان اللي عنده شغلانة، أنت عندك برنامج هتروح تعمليه، إسلام عنده كتاب يروح يكتبه، فلان ده مهندس. فما آلت إليه أحوال المسلمين مؤخرا هو نتيجة طبيعية لتقصير المسلمين أو أغلب المسلمين، عشان ما يبقاش حكم عام، في تدينهم. أغلب المسلمين، وده بنلاحظه يعني من خلال تعاملاتنا اليومية مع الناس اللي بنقابلهم بشكل يومي، معظمهم أنه أصبحت تأدية الفروض زي الصلوات أو الصيام كعادة أو حركات ميكانيكية بتتعمل، ولكن هي فرغت من مضمونها وهو صدق النية أو الروحة اللي هو الوصل الحقيقي. يعني عندما نقول صلاة فمقصود بها هي الصلة بينك وبين مصدر الكون وهو الخالق، يعني الله سبحانه وتعالى. إزاي الإنسان يبقى دايما عنده هذه اليقظة إنه ما تتحولش الصلاة بالنسبة له لحركة ميكانيكية؟ وده شفناه مع الخوارج، يعني بنلاقيهم بيحفظوا آيات من القرآن، بيصلوا الفروض، ولكن هم في الآخر قتلة ومفسدين. أقول هذا الكلام وأنا آسف والله إني أقوله، حزين إني أقوله، أغلبنا يؤدي العبادات ليس بحقها. يعني إن أديت، يعني موضوع الصلاة ده من الأزمات اللي موجودة في أمة الإسلام، لأن يعني عندنا عدد كبير لا يواظب على الصلاة، مش هقول ما بيصليش، لا يواظب على الصلاة، وده بيطفئ المسلم بالمناسبة، لأنه أهم اجتماع بيقوم به الإنسان في حياته هو اجتماعه بربنا سبحانه وتعالى. فلا تنتظري خير من شخص يقصر في لقائه بربه، مش هيجي من وراء خير. الأمر الثاني، العبادة لابد وأن تؤدى بحقها. يعني أنا هصلي، لابد أن أنا أكون تاجر أمين، لابد أن أنا أكون صانع ماهر، لابد أن أنا أكون معلم مؤتمن. العبادة التي لا تؤدى بحقها تكون وبالا على صاحبه. للأسف الناس لازم تفهم ده، مش معنى كده نقول بطل عبادة، لا، استمري في العبادة، يمكن تكون سبب في طاعتك وهدايتك، لكن العبادة التي لا تؤدى بحقها تكون سبب وبال على صاحبه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال يحفظون القرآن أكثر مما نحفظ ونحتقر عبادتنا إلى عبادتهم. يعني هم ظاهريا أحسن مننا، لكن الدين ليس ظاهر فقط، الدين جواهر، الدين قبل المظاهر جواهر. تفريغ بدليل ان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يعني على قد ما كان بيحميه لحد اخر نفس في حياته، هو لم يعتنق الاسلام. بالضبط. فده معنى، يعني ده اكبر مثال على انه الاسلام انساني، يعني هي انسانيه، يعني بالمقام الاول ما كان، يعني كان ممكن مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام، الاسلام في الاساس دين صحيح يهذب الانسانيه، صحيح، لان عايز اقول لك على حاجه، يعني خطوره ان احنا نقول الاسلام انسانيه، هنجد من يفرغ الدين من العبادات. من العبادات، نعم. يعني هيقول لك ايه؟ انا كويس، انا بقول كلمه الحق، انا صادق، انا مؤدب، انا مش بتحرش، انا مش بنتهك حرمات حد، انا ما بصليش،
فأنا جبت لا، الإسلام دين يهذب الإنسانية داخل المسلم. فأي واحد بقى هيعمل الدين والإنسانية مش مهذبة جواه يبقى تدينه ناقص، وأي واحد هيبقى في أظهر مراتب الإنسانية وهو مش بيمتثل لأمر ربنا يبقى برضو تدينه ناقص. نتكلم عن المساجد، وعلى سيرة فتح المساجد، أثناء إنشاء محور المحمودية كان في مساجد على الطريق، ولكن طبعا دي كانت مصيبة بقى. السوشيال ميديا اشتغلت والدولة كفرت والدولة بتحارب بيوت ربنا وهدوا المساجد وانتوا كده بتقفلوا لنا المساجد اصلا، يعني ده شغلنا وكنا حاضرين القصة، وادي اللي انتوا بتقولوا عليه بيحب المسلمين، كلام كتير جدا يعني. طبعا على طريق المحمودية تم انشاء اكثر من مسجد بشكل محترم يليق برونق المسجد، وليس عندنا ما يمنع شرعا من إزالة بيت من بيوت الله إما لتجديده وإما لإحلال مصلحة للمسلمين. وده شرع، ده مش كلامي ولا كلام دار الإفتاء ولا كلام يعني المؤسسات الدينية، مع العلم أن الدولة بنت المساجد في أماكن تانية، يعني هي بالضبط عوضت يعني في تعويض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه طبعا حصل إعادة بناء للكعبة، نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لان في ناس هتحارب التقدم ده لمجرد بس عصبيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الدين وكده قال للسيده عائشه كلمه، الكعبه لحد دلوقتي مش مبنيه على البناء القديم. البناء القديم حضراتكم عارفين حجر اسماعيل، حجر اسماعيل اللي هو القوس الرخام ده اللي في الكعبه اللي هو قدام الكعبه ده، المفروض داخل في مساحه الكعبه ده، المفروض البناء القديم للكعبه يبقى كده. لكن العرب زمان لما جم يهدوا الكعبة ويبنوها قالوا قبل الإسلام احنا مش هنحط في الكعبة قرش حرام، فهم طبعا بيشتغلوا بالميسر والربا والبتاع، فلما جمعوا الفلوس الحلال اللي عندهم ما كفتش ان يبنوا البناء كامل على المساحة الفعلية، فقالوا طب ندخل فيها شوية حرام، قالوا لا ده بيت الله، هو دايما كان عندهم من قديم الأزل ان هذا هو بيت الله، فقالوا خلاص نبنيها على قد الحلال اللي معانا. يعني هو قبل نزول الإسلام كان حول الكعبة يعني عقائد مختلفة، وكانت الناس بتمارس هذه العقائد بالضبط في هذا يعني بالضبط هي المساحة دي بالضبط، أحسن مع اختلاف عقائدهم. فلما بنوها والنبي صلى الله عليه وسلم بقى خلاص انتشر الدين، فحابب انه يدخل الكعبة في بنائها القديم بقى خلاص، فراح قال للسيدة عائشة ايه، لولا ان اهلك حديث وعهد بجاهلية، اهلك اللي هم مين، اللي هم الصحابة، لعدت بناء الكعبة، بس انا مش عايزهم يفتنوا في الامر ده. فراح عامل ايه، فراح عامل معلم او شاهد ان دي جوه الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا ان ممكن يظهر حد ومتدين جدا وكويس جدا وفاهم دين، لكن قدام عصبيته الدينية وقدام ما يحقق مصلحة الناس باسم الشرع يعطل المصلحة. احنا عندنا كل كتب الفقه أجازت إعادة البناء لبيوت الله أو نقلها لتحقيق مصلحة المسلمين أو إزالتها لو كان العدد كبير وزائد عن المصلحة. نعم. يعني مثلا أنا عندي مثلا في منطقة 50 مسجد بس ما فيش مستشفى، طب ال50 مسجد دول العدد الفعلي للمصلين 38 مسجد، هل يجوز لي ان انا اقفل مسجد او اعيد او اهدم مسجد واقيم مستشفى؟ يجوز جدا، ده شرعا لتحقيق مصلحه العباد. صحيح. ففتره البناء محور المحموديه ده حصل ازمه فعلا، وقالوا ده الحكومه بتهدم المساجد وفين المؤسسات الدينيه وانتوا ساكتين ليه؟ طبعا احنا عارفين انه الانشاء عاده الانشاء كان معمول في المساجد، ربما يبقى في مساجد مش في اماكنها او مساجد في اماكنها، لكن زي ما انا شايف على المونيتور قدامي دلوقتي جايبين صوره، كانوا جايبين صوره المسجد، حاجه محترمه وحاجه مشرفه طبعا وحاجه تليق بالمسلمين. نرجع ليوم عاشوراء وفضل صيامه، وحضرتك ذكرت انه العرب كمان قبل نزول الاسلام كانوا يقدسوا هذا اليوم، يقدسوا هذا اليوم ويصوموا فيه. الامام البدر العيني بيقول كلام محترم قوي في اليوم ده. نعم. بيقول ان يوم عاشوراء مش بس اليوم اللي نجى فيه سيد ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى من فرعون، بيقول ان اليوم ده كان يوم مميز عند الانبياء. طبعا انا عايز اشكر حضرتك على هذه المعلومات، وطبعا انا مقدر ان احنا في ظرف استثنائي مقدر صحيح جدا، وطبعا مع مشاهدينا هننطلق الان هننتقل الان لبث حي مباشر ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاعه، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا وصباحكم صباح الورد.